السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد لازم يبقى ليه هدف في الدنيا ديت من قبل ما نبتدي ثانوية عامة ومن قبل ما نقول كلمة في المنهج بتاعنا. نفسي ان انت ترسم صورة لنفسك، هتبقى ايه اخر السنة ديت، خش انهي كلية، حط الهدف ده وهساعدك ان انت تحققه، وهيساعدك كل زملائي في منصة MA Academy ان انت تحققه. الهدف ده انت لو عايز تقفل الدرجة النهائية في كل المواد، لو انت عايز تتفوق وتعرف نواتج التعلم المطلوب اللي انت تحققها في امتحاناتك، لو انت عايز تعرف ازاي تتعامل مع السؤال، تقرا السؤال كويس مفيش كلمة فيه تخدعك، تقدر تحقق نواتج التعلم اللي هي المطلوب اللي انت تحققها، والمستويات المعرفية المختلفة سواء كان فهم او تطبيق او تحليل، صدقني مش هيبقى فيه افضل من المكان اللي احنا معاك فيه هنا في منصة MA Academy. هساعدك في الجيولوجيا اللي انت تقرا كل حاجة كويس جدا في الكتاب المدرسي، المحتوى اللي مطلوب منك اللي انت تعرفه، علم جديد عليك، مادة اول مرة تدرسها، هنمشي فيها خطوة خطوة بحيث ان شاء الله ان انا ساعدك اللي انت تقفل الدرجة النهائية، وان شاء الله تقدر في نهاية السنة تخش جوه البرواز بتاعك وتقدر ان انت تحقق الحلم بتاعك. ساعدك اونلاين بفيديوهات لايف مباشرة على طول، بفيديوهات مسجلة هنحل مع بعض كتير جدا، اوفلاين مش هسيبك، بص تلاقي لو سألت سؤال في اي وقت هتلاقيني معاك وبجاوبولك، مجرد ما هشوف تساؤلك هرد عليك، مش هخلي عندك اي مشكلة خالص، اي مشكلة علمية اي مشكلة نفسية هنكتازها مع بعض سواء عندك او عند ولي امرك. بص تلاقي كم الامتحانات وكم الاسئلة، مش اي اسئلة مش اي حاجة، لا تحقق المستويات المعرفية اللي هي مطلوب ان انت تحققها سواء كان فهم او تطبيق او تحليل، هتعرف يعني ايه فهم يعني ايه تطبيق يعني ايه تحليل، وازاي تقدر تلم جزئيات المنهج المختلفة وتجتاز اي سؤال ممكن انت تشوفه سواء كان جديد عليك او حتى يعني قريب من حاجة انت شفتها قبل كده. ان شاء الله هيكون ده معانا في منصة MA Academy. كان معاك استاذ محمد الورداني خبير مادة الجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.